اهلا بيكم في اوتيم. كنت لسه هقولها اهلا بيكم في اوتيم. ازيك يا عاطف؟ ازيك يا مس ياسمين؟ ايه اللوك الجديد ده يا عاطف؟ ايه رايك؟ جميل خالص. شفت الكوفيه بتاعتي؟ كوفيه ونضاره بقى وحوالينز بقى وحاجات. ايه الشياكه دي؟ دي جايه لي في عيد ميلادي هديه. كل سنه وانت طيب يا عاطف. والله كبرتي كده والله وحلاوتك في الهدوم الجديده والله يا عطوفه. شفتي بقى انا متظبط؟ قمر يا عاطف والله باين عليا الصرف. والله باين عليك الصرف. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا اس. كبرت بقى. خلاص بقى يا اصحابنا عاطف كبر بقى واحنا هنكبره شويه في الجرامر. تمام؟ لا 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 يا عطوفه ساعدني بس. انا كبرت سنه بس مش كبرت في الجرامر. لا لا والله بص هنعمل حته حاجه النهارده. الجمله بتاعتنا على العاديه سنتنس هنقلبها نعمل لها شقلباص. اتفقنا؟ اتفقنا. هنعمل ايه يا عاطف؟ بيقول لك ايه يا عاطف؟ نورا رايتس ا ليتر. تمام؟ تمام؟ نورا السبجكت. استنى بس. نورا سبجكت صح. والفيرب رايت والليتر الاوبجكت. بيقول لك انا عايز ابدا بالليتر. الليتر ينفع ابدا بالليتر يا عاطف؟ يعني الليتر هيكتب نورا؟ ينفع. طب ينفع نبدا الحلقه من غير عنوان؟ هقول لك انا الاول. ما انا هقول لك هنعمل ايه. الجمله العاديه دي اللي هي البريزنت سيمبل صح؟ صح. هنعملها حاجه اسمها بريزنت سيمبل باسيف. باسيف باسيف باسيف. الباسيف ده يا اصحابي يعمل لنا ايه؟ يعمل ايه يا ميس ياسمين؟ يعمل ايه يا عاطف؟ هقول لك يا عطوفه. بدل ما نورا الاول وبعدين رايتس نمبر 2 ونمبر 3 ا ليتر هتنزل 3 2 1. يعني سبجكت فيرب اوبجكت هخليها 3 2 1 اوبجكت فيرب سبجكت. يبقى اسمه ايه يا عطوفه؟ present simple passive. present simple passive عشان هتبدا بالليتر. هتبدا بايه؟ الليتر. تمام. بس لازم يا عاطف في رولز هنمشي عليها. اتفقنا؟ تعالى معايا يا عاطف واحده واحده. انت ايه مالك يا عاطف؟ لا مفيش. بتركز بصباعك؟ كنت بتوه. لا لا انت عيان ولا حاجه؟ الف سلامه. انا سهرت كتير. معلش يا عاطف اركز بالنضاره الجميله بتاعتك دي. شفتي ضيعت نظري. معلش يا عاطف. لا انت لابسها عشان تركز اكتر. شكلي حلو فيها. قمر يا عاطف قمر. ايه رايكم يا اصحابي؟ ايه رايكم يا اصحابي في النضاره الجديده؟ حلوه قوي قوي. قولي لي شكلي فيها مثقف. مثقف قوي قوي قوي. وكوفيه بقى. والدنيا ايه عندك؟ متدلع. والله متدلع خالص. بصي يا عطوفه يبقى نوره رايت ساليتر دي اسمها بريزنت سيمبل بس. اسمها ايه يا عطوفه؟ بريزنت سيمبل بس. طيب انا عايز اجيب الليتر هنخليها باسيف فويس. يعني هتخلي اوبجكت وبعدين هتجيب ام واز وار. هنجيب ايه؟ ام واز وار اللي هم فيرب ايه عاطف؟ فيرب تو بي. فيرب ايه؟ فيرب تو بي. وهي بي بي بي. بعد كده هيجي بعدها الباست بارتيسيبل. هيجي بعدها ايه يا عطوفه؟ البي بي. الباست بارتيسيبل البي بي. بعدها هيجي السبجكت. يعني هنجيب ا ليتر. بصي يا اصحابي هنجيب ايه؟ a letter. وجبنا بعدها is written. ماشي يا عاطف ادي is هاي. طب is ليه يا مس ياسمين؟ عشان الليتر singular. تمام. الليتر عندك ايه يا عاطف؟ ايوه هو ده singular. حاجه واحده بس. تمام. حاجة واحدة بس. singular. تمام. وبعد كده جبت للباست participle للفيرب رايت اللي هو written اللي هو الايه؟ عندي الفيرب نمبر 3 eat ate eaten eat ate eaten. تمام. رايت روت ريتن. يبقى الايه؟ الثيرد فيس. الثيرد ايه يا عطوفه؟ فيس. تمام. يبقى انا جبت اهو ريتن ولازم اجيب باي. جبت كلمه باي عشان اقول باي نورا. باي نورا. اتفقنا؟ يبقى عرفنا a letter is written by نورا. اتفقنا يا عطوفة؟ اتفقنا. قول تاني يا عاطف. حاسة كده ان انت مش مركز. تاني. يبقى انا عندي 1 2 3 نزلت 3 2 1 بشرط ايه يا عطوفة؟ هتجيب ايه معانا؟ تمام. برافو عليك يا عاطف. جبت الام والاز والار وجبت بس بلس باي. لازم تقول باي مين؟ باي وان هو الوان. باي مين؟ باي نورا. باي مي. اتفقنا؟ باي عاطف. على حسب السبجكت اللي موجود قدامي. على حسب السبجكت اللي موجود ايه قدامي. تمام يا عاطف؟ تمام تمام. وحفظنا eat ate eaten.
write, wrote, written. Grow, grow, growing. تمام؟ تمام. قال لك ايه كمان يا عاطف؟ طيب افرض بقى لو كانت عندي مهات نورة. امال مين؟ افرض اي. يعني انا بصي يا عاطف هكتبها لك كده، يعني لو انا قلت كده اي رايت، اي رايت ا ليتر، انا كتبت اي رايت ايه ا ليتر، ستارت ويز ا ليتر. يا واد وانت بتركز كده بعينك من تحت لتحت يا تي قابله. ركز يا عاطف ركز، تعمل كده يا سلام، ادي الجلاسز بتاعتك ماشي. بصي يا عاطف، طب لو انا قلت ايه، عايز اركز ركز كويس ماشي. ا ليتر هي ا ليتر ام، لا ا ليتر واحده بس، يبقى ام ولا از ولا ار؟ ا ليتر ات صح يا عاطف؟ يبقى جت معاها از. از ريتن باي باي، الاي دي هتيجي في اخر الكلام. ايه يا عطوفه برافو عليك، اسمها ايه يا عاطف؟ اوبجكت بروناون. يبقى بتحولها من سبجكت بروناون لاوبجكت بروناون، اتفقنا يا عاطف؟ اه. يبقى a letter is written by me. A letter is written by me. طب لو هي she here، لو هي she here، لو هي he him by him، they by them، we by us، اتفقنا يا عاطف؟ ركزت؟ اه. طيب عندي هنا the horse pulls the cart. Start with the cart. قسم السنتنس الأول يا عاطف. 1 2 3 أنا هقول the horse won. Excellent. Plus 2 pull 2 the cart 3 3 وهتنزل 3 2 1 Excellent يا عاطف. يبقى the cart the cart. وركز بقى، خلي بالك إن ده إيه present إيه؟ passive present simple. simple فيها إز تمام. يبقى انت بتنزل بام او از او ار صح يا اصحابي؟ طب الكارت دي سنجلر ولا برولر يا عاطف؟ سنجلر. سنجلر يعني هتاخد از ولا ار؟ از. اكسلنت يا عطوفه، يبقى خدت الاز. ها بلس باست بارتيسيبول. البول دي اللي بيتغير لها الفيرب بتاعها ولا بيتحط لها ايدي بس يا عاطف؟ ايدي. ايدي برافو عليك يا عاطف. يبقى از بولد باي باي مين يا عطوفه؟ The horse. Excellent يا عاطف. تمام؟ Excellent يا عطوف. يبقى the cart is pulled by ملك عاطف. اللوك الجديد بتاعك ده في حاجة غلط. يا عطوفة ركز. خلاص يا عطوفة، وده كله هيعمل زيك المرة الجاية إن شاء الله. اه يلا عشان نطلع النضارة دي ترند. اه والله. شياكة شياكة يا عطوفة. قاعد تظبط بالنضارة بإيدك وطالع نازل بإيديك. خلاص يا عطوفة. مبسوط جدا. ماشي يا عطوفة. ركز عاطف. طيب mice eat corn. mice eat corn. start with corn. corn corn ها corn is هاي هاي eaten. excellent برافو عليك. eaten by mice برافو، اللي هي البرولر بتاعت ماوس. ماوس only one mouse تمام، والبرولر بتاع ماوس مايس. مايس قوي. ماشي يا عاطف. اللي بعده the boys pick the apples. the apples خلي بالك المره دي apples. excellent يا عاطف برافو عليك. ها ده انت قوي قوي. يبقى the apples are picked. picked picked ايه؟ قصدي ازود ايدي يعني. ايوه شطور. picked باي باي هو؟ ذا بويز. ذا بويز. يبقى حضرتك عرفت ايه يا عطوفه؟ ذم لو هي ذي ما ينفعش. لو ايوه لو هي قدام عيني يا عطوفه ذي تنزل ذم، لو هي ذي تنزل يا عطوفه تنزل ذم. تمام يا اصحابنا، ما ينفعش نشتل البويز ونحط حاجه تانية عشان انا ابقى متاكده مين السبجكت اللي قدامي. لا ما انا عارف بس كنت بختبر اصحابي. ماشي ماشي عشان تفهميهم. ماشي فتحت انت اجابه جديده. تمام عندي بعد كده farmers grow rice. rice ادي rice، نعمل ديليت على ده. ها is rice برافو عليك يا عطوف. باي rice is growing by farmers. excellent جدا عجبتني. حلوه حلوه حلوه.
تمام؟ دايما افتكر يا اصحابنا ان انا شغالة present، عشان كده نجبت الام والاز والار، لان لما هتكبر هتبقى حاجة تانية خالص. يبقى انا معايا present simple passive، اسمها ايه عطوفة؟ يبقى هي اصلا قالك present simple ليه؟ لان السنتنس الاساسية present simple فيها الاز، اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى عندنا farmers grow rice. طب افرض يا عاطف هعمل لك واحدة زي ما انت قلت لأصحابك عشان ما يتلخبطوش. They grow، والله ابدا، they grow rice. Start with rice. تمام يا عاطف؟ ها start rice. ها is growing by them. اكسلنت يا عطوفة، شفت اتغيرت ازاي يا عاطف؟ by them. تمام؟ يبقى احنا ما نتلخبطش ابدا ابدا ابدا، اتفقنا يا عاطف؟ تمام. يبقى احنا عرفنا rise is growing by them، وحفظنا subject pronoun والobject pronoun، اتفقنا؟ تمام. سهلة كده كتير؟ سهلة جدا. الدرس خلص خلاص، شفت انت بسيطة ازاي وخلصت؟ ايه ده بسرعة كده؟ ايه رأيك يا عاطف؟ بالله لا اله الا الله، شفت؟ عيب عليك ميس ياسمين تجيب الجرامر كده اهو. حلاوه عشان عطوفه معايا الشياكه دي كلها. نقول لاصحابنا باي باي. باي باي. باي.